دايما ايه اي حد لما بيسالوه انت من فين بيرد عليهم يقول لهم انا من المكان الفلاني، انت من فين؟ انا من اسكندريه، او انت من فين؟ انا من الفرافره، او انت من فين؟ انا من طنطا. فانا لما كان حد يسالني السؤال دوت ما كنتش بعرف اجابته. انا اتولدت وعشت اول 8 سنين في حياتي في مكه، وبعد كده جيت من مكه عشت تاني 8 سنين في حياتي في المنوفيه. وبعد كده تالت 8 سنين في حياتي عشتهم في القاهره. مش عارف ارد عليه. طب انا اتولدت فين؟ ولا انت قصدك انا ساكن فين؟ ولا انت قصدك انا اتربيت فين؟ وبعد كده نخش في ناحية تانية. ان انا عادي بقعد واتفرج على افلام اجنبي، ما مش عيب برضه، ما يضرش يعني. اكشن، حاجة تانية اكشن، بس اتفرج على افلام اكشن. فالناس كانت بتقول لي بقى ايه انت يا عم بعمل فيها مش مصري، بعمل فيها خواجه. وبعدين فانا الناس بقى تسالني انت من فين، ابقى نازل في وسط البلد مثلا يكلموني بالانجليزي، فماشي زي الفل ما يضرش. فدلوقتي عندي مشكله حد فيكم بقى يجاوبني عليها، هو انا من فين؟ من مصر. طيب ما هو برضه دلوقتي انا مصري الحمد لله وزي الفل، بس طب انا مصري ولا عربي؟ طب واحنا ليه مقسمينها؟ طب ليه ما يضرش يعني؟ يبقى يعني كل واحد عارف هو من فين طبعا، ما ينساش اصله، بس ليه مقسمينها؟ فانا الصراحه النهارده جيت زي ما انتم شايفين، او يعني اليومين دول، انا من ثلاث ايام ولا من ثلاث ايام ما كنتش عارف ان انا جاي. وقررت اجي، ربنا خلينا ندى قاعده هناك ماسكه الكاميرا ايه، هي اللي قالت لي على الميعاد، وهي اللي حجزت لي التذكره في الاوضه، لسه ما دفعتهاش على التذكره. عليا ليك يا باشا، عليا ليك على التذكره. يا عم نرجع كل واحد جنيه بقى، كل واحد جنيه يا جماعه. فين انت؟ فين الغرنيطه؟ فجيت هنا وشفت اللي يعني اللي رجعني للموضوع ده تاني، ان انا جيت هنا شفت قبائل كتير من عدد مختلفة، وكلهم بيتعرفوا على بعض، وكلهم بيقعدوا مع بعض، واخوات واهل المكان هنا زي الفل مستضيفيننا، ربنا يكرمكم. والنهارده قعدت لعبت مع الاطفال هنا، اطفال زي الورد ربنا يبارك فيهم. ف دعونا نحلم بعالم من غير باسبور، حتى لو هو حلم شويه بعيد، بس من غير حدود ومن غير باسبور، وكل واحد يعتبر نفسه من الارض، كفايه من الارض. واهلا بيكم في مشروع المريخ.